الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في رؤية التحديث السياسي أبرز محاور مؤتمر العقبة للتنمية السياسية الذي نظمته جامعة العقبة للعلوم الطبية. المشاركون في المؤتمر أكدوا على أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية باعتبارها إحدى طرق إنجاح خطة التحديث السياسي، إضافة إلى ضرورة التخلص من أفكار الخوف من المشاركة بالعمل الحزبي. من حيث التوجهات التي تكلم بها جلالة الملك لتنشيط الفكر السياسي والحزبي في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن الفئات الشعبية المهمة لدينا في هذا البلد هم الشباب والمرأة، فكان عقد مثل هذه النشاطات في هذه الجامعة لترسيخ هذا الأمر وتنشيط الفكر السياسي لدى الفئة الشباب اللي تمثل شريحة كبيرة عندنا في المملكة. نحن اليوم أقمنا مؤتمر العقبة للتنمية السياسية الذي أقامته مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب بالشراكة مع سلطة العقبة الاقتصادية، لأن نذهب إلى الشباب نتحدث عن الوطن ومن أجل الوطن، نتحدث عن مشروع الدولة الإصلاحي، ونتحدث أين نريد الشباب اليوم، نتحدث من على الشباب عن الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية، دور الجامعات، دور مؤسسات المجتمع المدني. بالبداية احنا استفدنا من خلال حضورنا للمؤتمر انه صار عندنا فكرة عن السياسة كطلاب طب، احنا مهتمين في المجال الطبي وما بنعرف اي شيء وما عندنا اي خلفية سياسية. أخذنا فكرة عن السياسة وعن الأحزاب وعن طريقة مشاركتنا إحنا كطلاب وشو ممكن نستفيد من الأحزاب وشو ممكن نستفيد من السياسة.